السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صعدت المنبر اليوم وأنا في ألمانيا. أو ما صعدت المنبر، تعرف لما تصعد المنبر تشوف الناس قدامك كلهم، رأيت كمية قلائد على شبابنا وأساور اليد ووشم على رقبه ووشم باليد. مسجد هذا خطبة جمعة، يعني المنظر فعلا مقزز ومنظر مخيف. واحد يكون لابس قلادة لما يشوف أبوه ولا يشوف أحد يستحمل، يمكن يخش القلادة هذه أو أنه يستحي. العموم قلادة ولابس سوار ووشم، الشباب هذين ما يدرون هذا شيء محرم؟ هل تعلم أن أكثرهم يقول يا أخي ظنن أنه مكروه، يعني مو حرام، هو يظن أنها يعني مكروه، يعني أنها إن ما سويت يكون أحسن. المكروه من ألفاظه قد يكون حرام، مثل أن البعض الآن يقول السجائر مو حرام مكروهة، أفا عليك وأنا أقول أنها مكروهة. اسمعنا مكروهة أي محرمة. الله تعالى لما ذكر المحرمات في القرآن قال وكل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه، يعني حرام. هو يظن أنه مكروه، يعني إن ما سويته يكون أحسن، وإن سويته ترى ما عليك شيء. لا، مو صحيح الكلام هذا. اعتقاد النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس القلائد، ولا قلادة إلا قطعتها، صح؟ وصح بجل أراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام وفي يديه خيط من التميمة، يعني بعضهم يتبرك فيه، خاصة في خرز يجيبونه من تركيا، خرز أزرق دار ما دار، يعلقونه باليد. أدري يقولون والله شكل، حتى شكل يخوف أصلا، يقول الله يعني بس ستايل أو لوك. واحد يقول أخي جاتني هدية من صديق لي وكذا، بس مو معنى أنك تلبسها، أبيك تتميز. قلت حق الشباب اللي موجودين معي مسلمين وشباب طيبين، شباب ما حتى عندنا بديرتنا شو علبونا مجسم حاط على الباي وكذا، وبالنوادي الصحية. أنا لما كنت أتمرن بنادي طالع، معقول هذه كلهم سنة؟ يمكن عند الشيعة الوشم حلال عندهم، إذا الشرك حلال عندهم دعاء غير الله تعالى وقفت على الوشم ما علينا. فأنت مسلم اعتز، والله راح شرم الشيخ راح تايلند حاط وشم، لعن الله الواشمة. شو يقول واحد منهم؟ قال لا لحظة يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمة، يعني نساء، أما الرجل عادي الواشم، لأن النساء هم يضعون وشم، الرجل ما يحطه أصلا. لا وبعد حاط وشم تشبه بالنساء، يكون عليك لعنة تشبه بالنساء، لأن متشبهين من الرجال بالنساء وإنك حاط وشم ما يجوز. في المقابل في المتشددة قال شوف حاط وشم، صلاتك باطلة، صيامك ما يقبل، حجك مو صحيح، وضوءك منتقط، إيش السالفة؟ لا هو محرم كبار الذنوب، يتوب إلى الله تعالى ويزيله، ما قدر يزيله يحاول يزيله ما قدر خلاص يتوب، يعني إيش السالفة؟ يعني ما يصلي ويصوم؟ يا إخوان نبهوا شبابكم، نبهوا عيالكم، نبهوا اللي معاكم، ترى وشم كبائر الذنوب، لعن الله الواشمة. حتى النساء، شفت واحدة مرة بمراجعة حكم لابسة حجاب وحاطة وشم على أصبعها، حاطة تعطي المراجعة، يعني أخذ المعاملة منها كانها لابسة خاتم، وحاطة واحدة كاتبة أم مدري إيش، واحدة ليش طالع، يعني ما أعطيتني ورقة شلون أطلع، طالعها كذي يمسكها، والمصيبة محجبة. هذه المصيبة، يعني ليش لابسة حجاب وهذا الشيء، يعني قطع الحجاب لا، يعني حشم الحجاب، تبتي إلى الله يلبس قفازين، ما تبينين هذا الشيء. فحذروا الناس من المظاهر هذه. والله أنا صعقت لما صعدت المنبر أطالع كم من الشباب يسوون هذا الشيء، دلالة على إيش؟ لو سكت أهل الحق عن الباطل ظن أن الباطل أنهم على حق. انصحوا لدين الله تعالى، الدين النصيحة. يقول عمر بن الخطاب الأخير في قوم لا ينصحون ولا يحب النصح، أنت يا البنت تشوفين واحدة تضع الوشم تقول لها والله ما يجوز ملعونة، أنت يا شاب تمرن بنادي تشوف واحد يقول ترى والله ما يجوز، من الشباب قالوا احنا بنزيل الوشم، امر عظيم ان يتوب، لكن يجب ان نكسبهم قبل ان ننفرهم ونحذرهم كذلك.